عندما تتجول في شوارع وساحات المدن العراقية وتنطق باسم جورفان فييرا، فإنك ستلقى التحية والترحيب من كل رجل وامرأة وشاب وطفل صغير. كيف لا وهو المدرب السندباد الذي توج رحلته التدريبية الطويلة بتحقيق واحدة من أكبر مفاجآت كأس أمم آسيا، عندما قاد منتخب أسود الرافدين للفوز بلقب البطولة 14 عام 2007. هو مدرب محظوظ لأن الاتحاد العراقي قرر الاستعانة به قبل البطولة بفترة وجيزة، فدخل قلوب اللاعبين وألهب حماسهم لينطلقوا برحلة المجد والبحث عن أول تتويجات الكرة العراقية في البطولة القارية. أظهر فييرا ملامح شخصية البطل العراقي منذ البداية، متصدراً المجموعة الأولى أمام منتخبات تايلاند وأستراليا وعمان، وواضعاً ثقته باللاعبين يونس محمد صاحب هدفي الفوز في الدور ربع النهائي أمام فيتنام. في مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي كان الصمود التكتيكي الرائع لفييرا في الوقتين الأصلي والإضافي وتصديات الحارس نور صبري في ركلات الترجيح ودوره البطولي في الظفر ببطاقة الترشح إلى المباراة النهائية. نور صبري، برافو لنور صبري في الكرة الماضية. على ملعب جيلورا بونكارنو في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، كتب المدرب البرازيلي سيناريو الانتصار التاريخي على المنتخب السعودي بهدف رأسي لا يرد لنجم نجوم البطولة وهدفها يونس محمود. حلم العراق وشعبه التواق للفرح بات حقيقة على يد صانع البسمة جورفان فييرا، الذي سيبقى اسمه مرتبطا إلى الأبد بهذا الإنجاز القاري الكبير.